الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن نويت بعد حذف ما حذف صحيح. التقييم: وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، فتقول يا نويت الباقي، تقول في جعفر يا جعفر، وفي خالد يا خالي، لا تقول هذا علم مفرد يجيب على الضم، أنت ناوي لازم تنتظر الدال، وهي اللغة الكثيرة الأكثر لغة الانتظار. أنا أقول وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف، الذي كان عليه جعله تبقي عليه. واضح؟ وتقول في عصفور يا عصفور أو يا عصفور، واضح؟ يا عصفور. لا تقول لا يوجد في العربية اسم مفرد آخر واو قبلها ضمة لازم، نقول أنا لازم أنتظر الراء. واضح؟ أنا قوله وإن نويت بعد حذف الباقي واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، إذا لم تنوي تنوي اجعل المنطوقة بآخر الكلمة، فتقول في خالد يا خالو وهو قليل، وتقول في قمطر من اسمه قمطر يا قمطو. واضح؟ ويترتب على ذلك لو ناديت كروان عالم اسمه كروان تقول يا كروى، في لغة من ينتظر يا كروى، الألف والنون حذفتها لأن هذا من الفئة التي يحذف فيها حرفان. وإذا كنت لا تقصده تقول يا كرى، الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا صارت يا كرى. وتقول في صمي في 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 صميان، صميان إذا رخمته على لغة من ينتظر تقول يا صميا يا صميا، تنتظر الف والنون. اذا كنت لا تنتظرهما تقول يا صنع، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت الفا. وتقول في من اسمه علاوه، علاوه وهدايه على لغه من ينتظر يا عداوه، وتقول يا هدايه تنتظر. واذا كنت لا تنتظر تنطبق عليه قاعده الواو والياء وقعتا متطرفتين بعد الف زائد تقلب عليه همزه، تقول يا عداء يا هداء. واضح؟ أنا أقول واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأقيم وضعا تمي، فقل على الأول في ثمود يا ثمو، على الأول وهو لغة من ينتظر تقول يا ثمو. إذا قيل لك لا يوجد في العربية اسم معرب آخره واو قبلها ضمة لازم، أقول أنا لازم أنتظر الدالة. وإذا كنت لا تنتظر عليك أن تقلب الضمة كسرة فتنقلب الواو يا، تقول يا ثمي. واضح؟ اللغة العربية لا يوجد فيها اسم آخره واو قبلها ضمة لازمة، خرج باسم الفعل يدعو، وخرج من عربي هو، وخرج بما قبله ضمة دلون ليس قبله ضمة، وخرج بلازمة نحو جاء أخوك، الواو ليست لازمة تقول رأيت أخاك. إذا إذا قيل سمبو وهي قرية في صعيد من الصعيد ليست عربية. التزم الأول فيك مسلمة، التزم الأول فيك مسلمة مما يلبس فيه المؤنث المذكر، لابد أن تقول يا مسلمة. إذا ناديت مسلمة تقول يا مسلمة، لأن لو قلت يا مسلم يظن أنك تنادي من اسمه مسلم. وإذا ناديت يا حارثة تقول يا حارثة لغة من ينتظر، إذا قلت يا حارثة يظن أنك تنادي من اسمه حارث. وتقول في حفصة، حفصة يا يا حفصة، لو قلت يا حفص يظن أنك تنادي من اسمه حفص. واضح؟ والتزم الأول فيك مسلمة مما يلبسه، وجوز الوجهين فيك مسلمة لا إلباس فيه، اقرأ يا مسلمة ويا مسلمة اقرأ. الأصل أن الترخيم من خواص النداء، قالوا النداء تغيير والتغيير يأنس بالتغيير، ومع ذلك يجوز أن يرخم في غير النداء، ولكن لابد أن يكون في الشعر، ولابد أن يكون الاسم صالحا لأن ينادى أصلا. الحارث العباس لا يرخم لأنه غير صالح للنداء مبدود ال. واضح؟ قال ألا أصبحت، قال فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف بن مال ليلة الجوع والخصب، طريف بن مال صاحب بن مالك على لغة من لا ينتظر، وعلى لغة من ينتظر قال بعضهم لا يجزو وأجازه بعضهم، واحتج بقول الشاعر ألا أضحت حبالكم رماما وأضحت منك شاسعة أماما، أمامة على لغة من ينتظر قال أمامة، لم يقل أمام قال أمامة على لغة من ينتظر. أنا أقول لي والاضطرار رخموا، الاضطرار في الشعر رخموا دون النداء ما للنداء يصلح، نحو أحمد في الشعر تقول يا أحمد، تقول جاء أحمد،
ليس في النداء. تقول جاء أحمى ورأيت أحمى، لا بد أن يكون ذلك في الشعر، وأن تكون ضرورة الشعر، وأن يكون الاسم أساسا صالحا لينادى. الله عليه وسلم.